اليوم الفكرة وراء هاي المنظومة وحفل إطلاق منظومة تمكين الشباب فكرة بسيطة. اللي ما يمكن نحن نعرفه أو تعريفه أو إدارته أو قياسه ما يمكن نقدر نعرف نحن وين وصلنا وكيف نقدر نقول خطينا خطوات في تمكين الشباب. اليوم عندنا إطار شامل لمفهوم تمكين الشباب مع أولاً تعريفه، تعريف علمي، وأيضاً ركائز مبنية عليها هالتمكين مع مجهود شباب المجالس المؤسسية. اليوم هالمنظومة بتساعدنا وبتساعد الحكومة كلها أن تقيس في كل جهة حكومية ما مدى تمكين الشباب عن طريق طبعاً استبيانين، استبيان الشباب يكملون وأيضاً استبيان المؤسسة، ونقدر نقارن مدى نضج وأي مرحلة وصلت هاي المؤسسة في تمكين الشباب. اليوم في عام 50 هو عام التمكين وعام الفرص، فهاي المنظومة والإطار الشامل لمنظومة تمكين الشباب هي خطوة قدماً في تمكين شبابنا، وتكون دورة الإمارات مرجعية عالمية في تمكين ومؤسسة العمل الشبابي. اليوم حول العالم ما في منظومة ولا مؤشر لتمكين الشباب حكومياً، فاليوم نحن إن شاء الله في دورة الإمارات نقدر ننشر هالرسالة للعالم.